أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. نرحب بكم أيها الأخوة، ونحن نقوم بمراسيم الشهيد بشار الذي نال شرف الشهادة هذا اليوم. الشهادة ليست كلمة، الشهادة معنى ومعنى كبير، هي تضحية، أن يضحي الشخص بأعز ما يملك في سبيل أهدافه. أهدافه هي العيش بكرامة، هي الوحدة، هي الحرية، هي الديمقراطية. نرحب بجميع الرفاق الموجودين هنا ونحيي إكراما وإجلالا لعائلة الشهيد بشار. الشهداء هم الذين ضحوا بأنفسهم لحريتنا في سبيل قضيتنا العادلة، وهم الذين أوصلوا هذه القضية وحبنا في التضحية من أجل الشعب وكرامتنا وحقوقنا وتاريخنا وثقافتنا للعالم أجمع. اليوم شهيد بشار هو أيضا التحق بهذه الكوكبة. شهداء رجعها هم جميعا أخواننا، هم جميعا رفاقنا، هم ليس أبناء لعائلاتهم فقط بل أبناء هذه الشعب جميعا. وعلى هذه الأساس نحن نفتخر بهم، هم الذين سطروا بملامحهم الأساطير والروح الفدائية والرفاقية، وهم الذين جمعوا جميع مكونات الشعب وطبقوا فلسفة القائد آبو وهي الأمة الديمقراطية وقوة الشعوب. باسم أهل الشهيد، والد الشهيد، والدة الشهيد، أخوان الشهيد، أخوات الشهيد وأعمامه وقاربه، وباسم عشيرة حرب نشكركم جميعا ونشكر كل من شاركنا بمصابنا هذا. وكما نؤكد نحن أهل الشهيد على المضي قدما وعلى خطى وطريق شهدائنا الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أن نعيش بأمان وأمان وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وأن نحافظ على وحدة الأراضي السورية أرضا وشعبا. نعاهد شهدائنا على أننا ماضون حتى نحرر كامل الأراضي السورية وخاصة دولة الاحتلال التركي وغيرها من دول أخرى محتلة. اسم الأم مطرة، اسم الأب جمعة، مكان وتاريخ الولادة سنة كانية 2002-1-1، مكان وتاريخ الانتساب درباسية 2-2020 7-1، مكان وتاريخ الاستشهاد 2021-3-21. الله أكبر.